لم يشذ برنامج عمو يزيد المنظم في الملعب البلدي بمثله عن باقي العروض الأخرى عن القاعدة إقبال كبير للجمهور من أطفال مصحوبين بأوليائهم لمشاهدة مختلف العروض التربوية والرسائل الهاتفة التي يبثها عمو يزيد أينما حل. نوجه له تحية خاصة، احنا كنا نشوفوا في التلفزيون، اليوم جانا المثليلي ولا يصغر داير، رحبنا به. نقول عمو يزيد شكرا على المبادرة تاعو اللي جانا هنايا للجنوب، بدأ أول واحد يبادر وجينا للجنوب. شكرا عمو يزيد على استضافتك بمدينة المثليلي الشعامة، ونتمنى لك القدوم في المرة المقبلة. الأولياء استحسنوا الالتفات الطيبة لعمو يزيد، وما زادها حسنا الدخول المجاني للجميع في بلدية تعرف تصحرا في برامج الثقافية بهذا الحجم طيلة أيام السنة. نقولوا يعطيك الصحة على المجهودات الجبارة اللي كدير فيها، فريمو فرحوا بزاف دراري صغار. وهذه المناسبة تاع عمو يزيد فرحتنا بزاف ودخلت الفرحة علينا في الدراري. ومرحبا وسهلا بكم قناة شروق نيوز، ديما حاضرة في المناسبات. الإلحاح في تكرار الزيارة كان المطلب الجماعي الذي تبناه الجميع. أتمنى أن تتكرر هذه المناسبات وهذه المهرجانات لفائدة أولادنا إن شاء الله. عمو يزيد وهو يغادر الركح وعد الجمهور بالعودة مرة أخرى تلبية لنداء الأطفال، فشكرا عمو يزيد باسم أطفال غردايا.